اهلا بحضراتكم مره اخرى، بحييكم مهندس احمد شوقي السيد مرسي، احد مزارع المدينه المنوره المملكه العربيه السعوديه. الاخ الكريم كان بيسال على السماد لسه من دقائق. احنا عاوزين نقول لحضرتك السماد اللي انت هتحطه هي واحده بس من دي كده تكفيك، لكن مالكش دعوه بينا احنا. ودي ايدك تحت شويه يا شعبان، وتقول له ودي تحت شويه. ايوه، اللي المواد العضوية هذا يدخل جوه كده يعمل عفن. لازم يوطي ايده شوية. كمان واحد هناك، كمان واحد. اللي عاوز اقول لحضرتك احنا دلوقتي بنحط السماد اهوت. واحدة بس اللي حضرتك هتحطها لانها الجوه هيبقى حر، وانت نظام شغلك خلافنا. ايوه ودي. ودي ودي وزع. وزع بالطرية بقى، طرية طرية. عاوز اقول لحضرتك طبعا انت كنت بتسألنا على الكمية، وده مهم جدا. الكمية اللي انت هتحطها شكارة واحدة بس، ما تعملش زينا، لان احنا طبعا بنحط ثلاثة ونحط حاجات تساعد في عملية الهضم للنخلة، وما تضرش، ما تعملش عفان، ما ترفعش درجة الحرارة، لان السماد زي ما احنا عارفين بيبقى حامي. انا بالنسبة لشغلي الناس اللي بتتابعنا قبل كده، انا بسمي الثلاث مرات في العام وبالسماد العضوي. انا ما بستخدمش اي اسمده كيميائيه خالص، لا، كل مهندس وله طريقه. طبعا انا بفضل الله مبتكر 9 ابتكارات، يمكن من ضمنهم ابتكار كان من ضمن سوسة النخيل، اللي هي شغل البرامج بتاعت الخاصة كلها الأورجانيك، فاللي هي نظم خاصة. ففي حاجات معينة أنا بنبهك عليها، إن أنت ما تستعملش إلا واحدة بس. والمفروض الكلام ده كمان كان من بدري شوية، لكن احنا بالنسبة لنا الناس شافتنا اللي بتتابعنا ان احنا بنستخدم في شهر 7 في عز الحرارة، في اي وقت احنا بنستخدم ما بتفرقش معايا، لان انا ليا برامج انا بقوم بيها وبظبطها. لكن ما ينفعش انت تاخد حاجة، يعني بعض الناس يمكن في القريب، يمكن عرضنا مزرعة كنا فيها وشفنا بستعمل مادة، في حاجات انا بعلمها لك لوجه الله، ولا في حاجات خاصة بيا، ده بيبقى رزق. انا بالشغل انا ابتكار وبحث قعدت فيه سنين، فما ينفعش ان انا بقوله لك. هم بيشوفوني بجيب مادة هم متعرف عليها، لكن في حاجات ببقى مخبيها وبداريها وبحطها من غير ما حد ياخد باله منها. ده شغل انا خاص بيا، ما ينفعش ان حد يستعمله. يمكن البعض خد منه وقعد يستعمله من غير حتى ما يستأذن مني. طبعا بيبقى ليه حق ادبي وحق مادي، المفروض ان هو بيستأذن مني، حتى هقول له الطرق ازاي، لكن هو اشتغل لوحده. لما يبوظ اللي عنده في الاخر بقى بيجي يقول ايه تعالى، لا، ما ينفعش الكلام ده. فانت حضرتك اهو، ده سؤال انا عاوز اقوله دلوقتي اهو. انت الناس احنا بنحط سماد، مالكش دعوه باللي انا بحطه. اللي انا بحطه، لان انا بحط الزيادات، لان بتابع برنامج خاص بيا، ما بيبقاش عندي درجه الحراره ما بترتفعش في التربه، وما بيبقاش عندي اعفان، وما بيبقاش عندي حشرات، وبساعد في عمليه الهضم داخل التربه، وده بيظهر على النخل زي ما انتم شفتوه وتابعته قبل كده. اقوم احط تاني. الحاجة التانية اللي عاوز اتكلم حضراتكم فيها وهي مهمة جدا، تكملة لموضوع الحشايش. زي ما احنا شايفين ان كثرة المية اللي احنا بنحطها في قلب المزرعة، طبعا المزرعة هنا شغالة ري غمر، يعني من غير ما هوش ري حديث، بيفتح للأرض كلها فبتشرب مية، فبرضو بنلاقي الحشايش دي من ضمن الأسباب الممرضة واللي بتستهلك ميه كتير، وبتجيب حشرات وبتجيب امراض وتعمل حاجات كتيره جدا تضر بالنخيل بتاعنا. فهنا انا بناشد كل الناس انها تتبع اسلوب الري الحديث، وهو الري بالتنقيط. هحتاج بس على قد الجذور الميه بتاعتي. طب وانا استخدم الميه الباقيه دي كلها ليه وانتشار الحشائش؟ الحشائش بيتخبى فيها كل الحشرات والامراض والفطريات، حاجات مؤذيه جدا للنبات، وبعدين بتاخد ميه كتيره جدا. يعني التبذير، انا سمعت عالم كان بيقول ان احنا ما نبذرش في الماء حتى لو كنا على مياه جاريه. ده صحيح، ودلوقتي بقى واجب وطني طبعا في ظل المتغيرات، ان كل دوله بتحاول انها تعتمد على الله ثم على نفسها، وتوفر محاصيل امن غذائي تكفي دولتها من غير ما تاخد من اللي بره، فبتسمح بالميه. الميه بتبقى قليله، فانا بكده بحط الميه من غير حاجه.
ليه اشبع كل اللي عندي ده ويمنع تنفس التربه ويجيب له امراض وحشرات؟ لا، انا بحوش الميه دي ازرع بها في مكان تاني اخر يستفاد منه الاخرين. وده يعني طبعا الناس بتوع الدين لما بنتكلم معاهم قالوا يبقى حرام، حرام التبذير في المياه، كان يبقى حرام لانه هيكفي في مكان اخر وبيضرني زي ما انا قلت لحضراتكم. ده يعتبر واجب وطني والزامي، يعني هو المفروض ان في فعلا كل المزارعين يبقوا دلوقتي بعد الفتاوى اللي سمعناها من علماء كبار ان لازم يبقى اجباري الناس تتجه كلها لمياه الري الحديث عشان يخفوا من الماء اللي بتتصرف من غير لازمه، وبتتصرف من غير لازمه وبتجيب له امراض وحشرات، وتبقى الدوله محتاجاها تزرع وتتوسع في اماكن اخرى يستفاد منها العامه. احنا طبعا بنناشد ان الري، ايوه بنناشد العامه ان هم يحاولوا يغيروا طرق الري بتاعتهم من غمر الى ري حديث. هو المكان ده اللي انا احتاجه بس، هحط فيه الميه بتاعتي واعمل لها زي ما انتوا شفتوا قبل كده، عملنا الخراطيم وحطيناها اللي هي الليات، وتنزل اللي قلنا دي هتاخد لها من 60 65 لتر ميه بس، ينزلوا عليها وبس، هي ده اللي محتاجاه. اكتر من كده يحصل عندي اعفان ويحصل عندي مشاكل وتنتشر الحشائش زي ما احنا شايفين في كل مكان ومعرفش اسيطر عليه. اهو يعني الاخ الكريم من شويه بيقول طب انا عاوز احط دواء، طب انت هتلاحق بالدواء؟ دواء مبيدات على ايه؟ على ايه ولا على ايه ولا على ايه ولا على ايه؟ وكل شويه خلاص. لكن انا كده لما بشتغل انا كده بنضف اهو. ونتمنى ان شاء الله تعالى ان الكل يلجا بقى للري الحديث عشان يوفر في الميه بتاعته، وده زي ما قلنا واجب وطني وواجب ديني كمان في نفس الوقت، ان انا اخلي بالي من الميه، لان في توسعات لازم في اولى تاني، زراعات تاني تبقى خضار ومحاصيل وفاكهه تعود على اولادك وعلى العامه كلها بالنفع ان شاء الله تعالى. ونمنع بقى الامراض والحشرات والحاجات دي كلها. كل ده ارض بتاخد ميه من غير لازم. اه تخيلوا انا لما اخد لي بس 65 لتر ميه من 60 ل 65، طب كل اللي حواليه ده ياخد كام لتر؟ بيستهلك بيستنزف قد ايه من المياه؟ بيستهدف بياخد مياه كتيره جدا. انا اولى بها ان انا ازرع بها محاصيل وفاكهه تكفي الدوله في حاجات اخرى كتيره وتكفي العامه، وتمنع مني بقى الامراض والحشرات. كتر الميه بيعمل اعفان عندي، وبتاخد كمان نسبه الاملاح وتترسب على الجذور، دائما الحوض بتاع الاشجار بيبقى واطي، فكل العالي اللي ده كمان ياخد الميه هو اللي يطلع ويبقى قوي جدا، وياخد من نسبه الاملاح تروح رايحه على الجذور في الواطي بتاع الشجره. ده شيء طبيعي، ما الناس يقول لك لا ما الميه حتى بتاعت المطر ميه حلوه والارض كمان حلوه، لا عفوا، اي ارض لازم تحتوي على نسبه من الاملاح، فخدت اللي فيها والترشيح بتاعها لازم يبقى فيه ايه؟ املاح، فيضر كمان معايا. احنا كده طبعا ردينا على السؤال بتاع الاخ الكريم بالنسبه للسماد. انت مالكش دعوه بالشغل بتاعي، لان ده انا بعمل برامج خاصه بيا كمهندس زراعي، انما حضرتك لو استعملته المفروض ده يكون ده من بدري مش دلوقتي. انا حطيت دلوقتي نسبه قليله جدا، انا هنا ما بستخدمش لا يوريا ولا نترات ولا اي اسمده خالص كيميائيه، ده ما برنامج بتاعي، انا ما بستعملش غير ايه؟ السماد بتاع الدواجن فقط لا غير، والادويه الخاصه بينا بامر الله اللي هي كلها الاورجانيك، ده برامج خاصه بينا. فانت هتحط بس شويه صغيره عشان ما يرفعش درجه الحراره عندك، وكمان عاوز اقول ان جميع الاسمده العضويه بتبقى فيها نسبه املاح كبيره، لازم بعد منها اغسل كذا مره الاملاح بتاعتي اللي بتبقى موجوده في قلب الاسمده. خلط زين. كده متهيألي رديت على السؤال، ومتهيألي يعني انا اتكلمت في موضوع المياه ده، ده فرض علينا ان احنا نتكلم عليه، وحضرتك تعرف لانك فرد من ضمن الاسره في الدوله، واللي لازم تحافظ على الامن الغذائي بتاعك، وهو كله من اللي احنا بنشوف، شايفين الارض دي كلها مش زرعه خضار، لا كل دي ميه ايه بتطلع حشائش من غير اي لازمه، ميه مهدره على الفاضي ما بستفادش منها وبتضرني. لو استعملنا على قد دي بس خلاص هنوفر الميه في حاجه تاني، ونبعد الامراض زي ما قلنا والحشايش. اللي اعود تاني مره اخرى، في حاجات ما يجبش ان انت تستعملها الا لما تعود ليا تاني، وانا هرد عليك اي حد في اسئله عنده، انا برد ما بخلش على حد، من جميع الدول برد، يمكن حضراتكم بتتابعهم برد على جميع اسئلتكم، لكن ما ينفعش ان حضرتك تستعمل لوحدك من غير ما ترجع لي، خاصة ان بعض الناس شافوا مثلا مادة زي ما قلت لحضراتكم قاعد يستعملها من غير ما يقول لي وضر نفسه. انا بقى بتابع، ما انا راجل خدت كيمياء عضوية وكيمياء غير عضوية، اعرف اتعامل مع التربة
والمتغيرات اللي بتحصل في قلب شكل النبات، اقوم اتغير معاه بالخبره العلميه اللي احنا خدناها، فاقوم نباتنا يبقى كويس، وبرامج ايه نتبع تفضل ماشيه للكامل. برضه نصيحتي ان اللي معاه مهندس بيعمل له برنامج خليك معاه، ما ينفعش العامل هو عامل او رئيس عمال، اتعلم حاجة كرئيس عمال، لكن ما تعلمش يعني ايه امراض، يعني ايه ما تعلمش ايه حشرات، يعني ايه فطريات التعامل معاها، ايه نقص العناصر اللي ممكن الاقيها في قلب النخلة، في حاجات كتيرة جدا. فالمهندس بيتغير مع كل متغيرات طبقا للعلوم اللي هو درسها، وده يجب ان انا ما فرطش في المهندس الزراعي. رئيس العمال على عينه وراسه، اتعلم وشغل العمال، لكن في حاجات فنية خاصة في المشاريع القومية الكبيرة، المزارع الكبيرة جدا اللي هي بتدخل دخل للفرد وللدولة في نفس الوقت. خلص تحياتي لحضراتكم، بحييكم مهندس أحمد شاوي السيد مرسي، أحد مزارع المدينة المنورة المملكة العربية السعودية.